دخلت كليه ولا دخلت اكاديميه حتى. انا اتعلمت من كنت ساعات بشوف على الفيسبوك والكلام ده ويت، وادخل على اليوتيوب اتعلم واقرا وادرس لحد ما عرفت النسب بتاعه الرسم، وعرفت الاقلام، عرفت خامه القلم ده وده. لحد ما لمحت في الاول كنت برسم بقلم من هو بجنيه ده، وكنت برسم ما كنتش اعرف، بس كنت بطلع حاجه حلوه. بس بعد كده اتعودت ان انا خلاص انا رسمت بالقلم ده، عايز ارسم بحاجه تانية، اعرف ايه الخامات التانيه. وابتديت ان انا ارسم برصاص، بعد ما رسمت برصاص عايز اغير الخامه برده، خلاص انا اتعودت عليها وكنت طب فيها. بعد كده ابتديت استخدم خامه الفحم، وابتديت ان انا امارس الخامه دي واعرف دنيتها تمام، واعرف ايه اللي بيتعامل فيها، لحد ما برضو بقيت طب برده فيها زي الرصاص. بعد كده دخلت برضو حبيت ان انا ادخل على حاجه تانيه تكون حال ان هي تبص تخلينا ابقى ظاهر اكتر، زي الشاي والعسل. رسمت بالشاي والعسل برضو، كنت اول مره ارسم بيها، ورسمت محمد صلاح، والصوره يعتبر طلعت ترند في الوقت ده، وكذا اللي رضا اتكلمت عنها. بعد كده نزلت، بعد كده حبيت ان انا اغير الخامه برضو، واخر حاجه غيرتها كان رسمت بالمسامير، وخامه المسامير دي رسمت فيها احمد حلمي. اللي هو الخطوط على اللوحه، وابتدى ان انا اشتغل بالمسامير تمام. بس المسامير ما ينفعش انها تبقى بمستوى معين، اللي هو تبقى نفس المسامير بمستوى كلها واحد، لا، في مسمار لازم ادخله لجوه ومسمار اطلعه بره كده. فقابلت صعوبات جامده.